يعني شفنا الكومبينيشن اللي هو بيسرب بس مش ان انا بضغط عليه بدون وجع حق كل مره كل ما ادخل وكل ما اخرج لا ده بيعمل 1440 لتر يعني حوالي متر ونص مكعب من الميه انا ما استفدتش بيهم. طب ده بينقلك من شريحه لشريحه انه بيزود استهلاكك الشرايح لغايه اول ثلاث شرايح دول مدعمين من الدوله. فاحنا لازم نحافظ على المال العام ونحافظ على مالك الشخصي لان ده جزء من ارادك اللي عندك. صحيح. فتبتدي انك انت كل ما رشدت كل بقيت انت في الشرايح اللي هي المدعمه كل بقيت فاتورتك قليله. وبعدين يعني نفكر قبل ما نقول ده زياده نشوف سلوكياتنا احنا بنرشد ولا في حاجات بتخرج مننا. هو ده اللي احنا التفكير مع النفس. نقطه مهمه يمكن حد من اصدقائنا اللي هم الاجانب يعني قالها لي قال لي انه صعق لما عرف انه الميه بتاعت السيفون هي ميه عذبه. ميه عذبه فدي دي مشكله كبيره جدا يعني. في بعض الاماكن طبعا تعرف حضرتك شبكاتنا دي بقى لها زمان متقدمه من زمان بس في على بعض المناطق الجديده اللي بيستخدموا الميه الرماديه بقى زي في البحر الاحمر اللي هي ميه تدخل دي تبقى خاصه بالكومبينيشن او بالسيفون او اللي هي الحاجات اللي هي الصحيه والميه الثانيه تبقى خاصه ويبتدي يجمعها دي لوحدها ودي لوحدها. ده طبعا تصميم مختلف ويتعمل في المدن اللي هي مقفوله ولانه بيعوز طبعا مبالغ وتجهيزات. ولكن احنا على الوضع اللي احنا فيه لو قدرنا ان احنا نرشد استهلاكنا الفرد بدل ما نوصل مثلا 270 لتر في اليوم لكل مواطن يعني نوصل مثلا 150 في دول 80 وفي 120 زي ايه الدول دول مثلا يعني دول زي انجلترا 80 لتر في اليوم للفرد امريكا 150 المانيا 120 احنا ليه احنا يبقى عندنا الكميه الكبيره اللي بنستخدمها بدون وجع حق. يعني انت عارف حضرتك لو انا بستفيد منها ماشي انا بستفيدش منها.